ملعب المباراة لزميلنا فاروق صلاح ولقاء مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الأهلي. كل تحية ليك يا كابتن أيمن، وكل تحية لضيوفك الكرام، وكل تحية لكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان عقب نهاية اللقاء ومباراة الذهاب اللي جمعت ما بين النادي الأهلي وسوني ديب في مباراة الذهاب لدور ال 32 وفوز النادي الأهلي بهدف مقابل لا شيء. يسعدنا أن يكون معنا في هذه الأثناء كابتن سامي قمصان. كابتن سامي، البدايات مهمة، مباراة في ظل أرض ملعب صعبة جدا، حرارة وارتفاع درجة حرارة وغيابات، أعتقد بداية مهمة جدا للنادي الأهلي وأرض ملعب، يعني كان ممكن الأهلي يحقق نتيجة أكبر من كده لولا أرض الملعب. طبعا تحدي كابتن ايمن وكابتن علاء وكابتن اسامه وكابتن عادل وكابتن هاني. زي ما انت قلت البدايات مهمه جدا، وممكن ده اللي الراجل اتكلم عليه واكد عليه، مهم جدا ان انت تعمل بدايه كويسه، خصوصا ان انت بطل القاره بتلعب على اللقب، لازم تحافظ على اللقب بتاعك. انت عارف الفرقه قدام الاهلي، كل الفرقه بتقاتل قدام النادي الاهلي عشان انت بتلعب قدام بطل افريقيا، فده طبيعي يعني اللي انت تقاتل تعمل اقصى حاجه من عندك يعني. فلكن الحمد لله رغم الغيابات ديت ورغم ظروف الملعب ودرجه الحراره، اعتقد اللعيبه الحمد لله ادت مباراه طيبه يعني وعملت الغرض من المباراه يعني، والحمد لله اللي احنا كسبنا الحمد لله. ارض ملعب صعبه جدا كابتن ايمن شوقي والضيوف والكابتن علاء ميهوب والكابتن عادل عبد الرحمن والكابتن اسامه عربي والكابتن عجيزي كلموا على ارض الملعب، اعتقد ان ارض الملعب اثرت النهارده على نتيجه اللقاء، كان ممكن يبقى اكثر من هدف. ده طبيعي، طبيعي طبعا، خصوصا ان انت بتلعب يعني الراجل بيلعب دايما بيبني من تحت وبتقدر توصل يعني. ممكن انت شفت الملعب يعني عامل ازاي، صروف عامل ازاي، لكن احنا طبعا معظم المباريات اللي انت بتلعبها خارجيه كده بتبقى معظمها كده باستثناء فرق شمال افريقيا، لكن انت لازم البطل يلعب في كل الاجواء يعني في كل الظروف يعني. فاللي انت برضو تلعب بالمستوى دوت ويبقى عندك فرص كتير الحمد لله، وممكن كنت تقدر تسجل اكتر من هدف يعني، فالحمد لله اعتقد ان دي برضو حاجه ايجابيه يعني. ثلاثيه وسط الملعب ديانج وحمدي فتحي واكرم توفيق، اعتقد مباراه كبيره من الثلاثه النهارده ادت افضليه للنادي الاهلي في خط الوسط، ومن خلالها برضو عالجته غياب مركز 10. يمكن احنا اتكلمنا قبل المباراه في النقطه دي، قلت لك الراجل بيعمل تكتيك كده معين عشان يقدر تقدر تلعب في ظروف المباراه ديت يعني، خصوصا ان انت مش هتقدر تبني كويس، رقم 10 مش موجود عندنا، قفشه مش موجود، وليد وناصر الثلاثه اللي بيقدروا يلعبوها مش موجودين يعني. فحل برده مهم جدا ان انت تقدر تلعب بتكتيك تاني وشكل تاني، واعتقد ان الثلاثه كانوا من افضل اللعيبه الموجودين في المباراه النهارده، ادونا اريحيه كبيره جدا في نص الملعب، التحامات الحمد لله، الكره الثانيه بيلعبوا عليها كويس، بيقاتلوا لحد اخر دقيقه، فاعتقد الحمد لله ان قدم مباراه كويسه وخلوا شكل الفرقه كويس. عايز اتكلم على الاضافات، ما تحسش الاضافات اللي اضافها النادي الاهلي غريبه او بعيده عن النادي الاهلي النهارده؟ اكرم توفيق بيلعب من البدايه، بيقدم مباراه كبيره، بيكهام اول مباراه يشارك فيها في البدايه في مركز الظهير الايمن، بدر بانون خلاص يعني حاله الانسجام، اعتقد يعني اختياركم للعيبه تنسجم مع طريقه اللعب ده مهم جدا. ممكن هي ده اللي كان اختيارات الراجل يعني، ممكن الراجل شاف كل الناس المعاره وقيمهم كويس وشاف اللي بيقدر يناسب طريقته ويناسب فكره يعني. لكن ما تنساش برضو ان بيكهام واكرم مش غرباء على النادي الاهلي، قعدوا فتره، طلعوا خدوا خبرات كويسه، رجعوا الحمد لله بخبرات كويسه طيبه. بدر بانون لعيب دولي ولعيب عنده خبرات، وكان لعيب في فرقه كبيره زي الرجاء، اسلوب لعبها قريب من لعب النادي الاهلي، فاعتقد الحمد لله ان سهلت المأموريه ليهم يعني، ان هم يقدروا يسجموا كويس ويقدروا ينفذوا فكر الراجل يعني. اعتقد النهارده مهم جدا ان انا يعني بجانب الفوز والهدف ان انا اطلع من الملعب ده خالي من الاصابات. الحمد لله، ممكن دي من الحاجات برضو اللي الراجل اكد عليها يعني، ارضيه الملعب صعبه جدا يعني، نحاول نلعب كره ما نبقاش في احتكاكات كبيره، خصوصا هم بيلعبوا بقوه بدنيه كبيره جدا يعني. اعتقد الحمد لله ان انت تطلع طبعا من غير اصابات، الحمد لله دي حاجه كبيره، وان شاء الله ربنا سلمنا، لان احنا مش ناقصين برضو لعيبه كتيره من مصابه، فاعتقد الحمد لله اللي ربنا سلمنا الحمد لله. اخيرا كابتن سامي، عايز اختم مع حضرتك، قرار تاجيل مباراه القمه، صدر قرار رسمي بتاجيل مباراه القمه ما بين الاهلي والزمالك، شايف القرار ازاي؟ هيدي افضل يعني، يدي نوع من الاريحيه شويه للنادي الاهلي ان انا اقدر استعيد اللعيبه المصابين؟ انا ما اعرفش، احنا لحد قبل المباراه يعني عارفين ان المباراه هتاجل، انما اول مره اعرف منك كده يعني. صدر رسمي اكيد بقى الراجل هنتكلم فيها، والراجل ان شاء الله تواصل معاه يتكلم فيها، لكن انت عارف انت ما فيش حد بيعرف القادر يعني، الله اعلم يعني الظروف ايه، لكن احنا دايما اختيار جاهزين للمباراه في ميعادها، كنتوا جاهزين؟ الحمد لله كنا جاهزين، ودايما اختيار ربنا بيبقى الافضل لينا يعني، فاتمنى ان شاء الله برضو نركز في المباريات اللي جايه ونركز في الدور اللي جاي بالنسبه لنا، وان شاء الله ربنا يكرمنا. شكرا كابتن سامي. شكرا شكرا كابتن.